الصحف والمجلات أيضا تدعو إلى ذلك، ولا أريد الإطالة في هذا، وإنما فقط التمثيل، وإلا فإن ذلك معلوم. ولذلك هؤلاء يحاولون السيطرة على كل منفذ يقدرون عليه، والآن يعني كما قلت يحاولون السيطرة على بعض المؤسسات الإعلامية مسموعة أو مرئية أو مقروءة أو وسائل التواصل الاجتماعي ويكتبون. ولا يستغرب أن يكون هذا المجال الذي أكرمنا الله تعالى به في هذه الدقائق مؤديا إلى إغاظتهم، وقد رأيتم بعض الممارسات بالأمس، وكيف حاول بعض الناس تشويه الشاشة وكتابة بعض الكلمات البذيئة، وهناك من يكتب بعد ذلك تعليقات مسيئة، كل ذلك لصد الناس عن متابعة هذه الدورة. ونحمد الله تعالى على التوفيق، أي على توفيقنا لنشر الإسلام ومواجهة هذا الإلحاد. ولذلك رأيت وضع كلمة قمع الإلحاد، محق الإلحاد في بداية الدورة،